الحمد لله استسلاما لعظمته وإيمانا بوحدانيته وثقة في حكمته ويقينا نبرأ به من حولنا وقوتنا إلى حول الله وقوته سبحانه يرشد إلى المنهج الأقوم والطريق الأسلم الموصل إليه حيث لا طريق سواه. أقولها وانقلوها عني، لا طريق ولا حياة ولا نجاة ولا خلاص ولا إخلاص إلا أن نعبر هذا الطريق الأوحد الموصل الواحد الأوحد. حتى وإن ظنوا التدين تكشيرا وعكننة وقضبة الوجه في صحب وفي ولدي، الدين إيمان وفيض سماحة، ما أبعد الفرق بين الدين والنكد. طريق واحد أوحد يحدده المولى في علاه، فيقول في حديث قدسي جليل مخاطبا نبيه وصفيه وحبيبه ورحمته لجميع خلقه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول له: وعزتي وجلالي لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد. اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية، شمس السماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وسيره إليه آمن خوفي وأقل عثرتي وأذيب حزني وحرصي وكلي، وخذني إليك مني وارزقني الفناء عني، ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي، واكشف لي بحبك له وحبه لك كل سر مكتوم برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا محمد عدد حروف القرآن حرفا حرفا، وعدد كل حرف ألفا ألفا، عدد صفوف الملائكة صفا صفا، وعدد كل صف ألفا ألفا، عدد الرمال ذرة ذرة، وعدد كل ذرة ألف ألف مرة، عدد ما أحاط به علمك وجرى به قلمك في برك وبحرك وسائر خلقك. صل اللهم وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله وصحبه مثل ذلك. نعم، هذا الذي استمعتم إلى سيرته وشرفتم الليلة في الجلوس على مائدة رحمة الله به وبأمته، نعم، إنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن دركة بن إلياس بن نضار بن منظار بن مضر بن عدنان الجد العشرون، الذي ينتهي بعد ذلك إلى أبي الأنبياء إبراهيم. سيرته خير سيرة، وأمته أفضل أمة. جلسنا ونحن نتعبد الله عز وجل في رحاب العلم وفي رحاب السيرة. أما العلم فحسبنا فيه قول المحب: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا؟ فالعلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: أنا الرحمن بي عرفا.
فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأيين الله في قرآنه اتصفا؟ فأدرك العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. نقبل رأس عالمنا وأستاذنا وشيخنا المربي والمزكي والوارث لثلث العلم المحمدي الذي اندثر، ألا وهو مقام التزكية والتربية في زمان نجد الشباب في أسبوع واحد يتوب ويلبس ثوب أبيض ويعمل لحية وينفر ويكفر ويصفر في أسبوع واحد، ويظن أن التبسم حرام وكأن كشف الأسنان عورة. الدين ليس تجهما وعبوسا، والدين ليس مظاهرا وطقوسا، الدين إيمان وفيض سماحة، فاسعد وأسعد لا تكن منحوسا. عشنا مع العلم ومع العلم نقف. يا الله، وستجدون سيفا مسلطا على الرقاب، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدقت سيدي يا رسول الله، نعم والله، لا نرتدي بغير سنتك طريقة ولا بغير نهجك منهجا وطريقة وسبيلا. نعم، دفوف داخل المسجد، أعم، ولو أن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يحب مادحيه ويثني على حسان ويعطي عباءته لكعب في مديحه، دع ما ادعته النصارى في نبيهم، دع ما ادعته النصارى في نبيهم، ثم بعدين واحكم بما شئت فيه واحتكم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. أخرج أبو داود بسند صحيح، وروته كتب السيرة في أكثر من موضع، أن امرأة دخلت المسجد يوما والحبيب جالس بين صحبه الكرام وبيدها دف، فقالت: أروني رسول الله. قال: هو ذاك دونك، ها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبلت ثم قالت: يا رسول الله، ده أنا عندي نظر وعندي أمنية أريد أن أحققها، نظرت أن لو أعادك الله تبارك وتعالى وردك إلينا سالما من غزوة بدر لأضربن بين يديك بالدف. فتبسم الحبيب وقال لها: أما وقد نظرت فافعلي. ونظر الطاعة يجب الوفاء به، بينما نظر المعصية ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقرها على ضرب الدف بشيء محرم أو مكروه أو ممتنع في شريعته أو في سنته صلى الله عليه وسلم، فضربت بالدف. والغريب أننا نغفل عن أمر يردده الكبار والصغار من نعومة أظافرنا. طلع البدر علينا، طلع البدر علينا وين؟ من ثنية الوداع. متى؟ عندما خرج الأنصار رجالا ونساء، شيبا وشبابا، كبارا وصغارا، وهم يرقبون موعد قبول قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرة، ألم يستقبلوه بالدفوف؟ ألم يستقبله طلع البدر؟ لو أن الدف ممنوع، الآلة الوحيدة في شريعة الإسلام المباحة مع المديح مع الخلاف في بقية الآلات الأخرى، الآلة الوحيدة التي لا اختلاف فيها هي الدف. فالنبي صلى الله عليه وسلم استقبل يوم هجرته بالدفوف وبطلع البدر علينا. وحتى لأنه الرجل الذي وسوس إليه الشيطان واتهم
السجاد زين العابدين علي بن الحسين واتبعوا بالسرقة وقالوا خصت مالي كما تفضل من الشيخ حبيب عمر رحمه الله حفظه الله. الشيطان بيجي الواحد منا باسم الدين، وقد رأيتم أناس يتقربون إلى الله عز وجل بتنفير الناس عن حب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتقربون الله عز وجل بإرسال إيميلات بوحي شيطاني بعلم قليل وفهم كليل. إياكم والمولد، إياكم والسنة النبوية، إياكم ومديح المصطفى، حذاري من الصوفية، حذاري من تعرف التربية الروحية وغير ذلك من الأمور. وهؤلاء يستعملهم الشيطان في الأمر بقطع ما أمر الله به أن يوصل. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم أرجوكم اطلعوا، ما بقول لك مراجع يعني غير موجودة، اطلع اقرأ كتاب رياض الصالحين باب الأذكار، وسترى أن ذكر الله يكون فرادا ويكون جماعات، وأنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سرا وأنه جهرا. وحديث البخاري ومسلم: كنا نعلم فراغ المسلمين من نهاية صلاتهم، نفر من فراغ صلاتهم من صلاة الصبح حين نمر في الشارع فنسمع رفع أصواتهم بالتهليل والتسبيح والتكبير بعد صلاة الفجر. فذكر الله جماعة في المسجد حدث جماعة، حسبنا دليلنا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولن نروي حديثا إلا رواه البخاري ومسلم، موجود في رياض الصالحين الأدلة على الإذكار جماعة، ذكر جماعي والذكر الفرد وفي المسجد وفي كل مكان وفي كل زمان وكل مكان. فأحبابنا الأكارم، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لو أطلع على الدنيا وأراد أن يلخص أهداف بعثته لأجملها في جملة واحدة فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فأية أخلاق هذا الذي تجعل الإنسان بالتزامه لا يحترم أباه ولا أمه ولا شيخه ولا مذهبه، بل ما يعجبه للعجب والصنف رجب، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم رجال ونحن رجال، وأنتم يا أتباع المذاهب كالقردة تقلدون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وزورا وتضليلا وتعطيلا لشريعة الإسلام. معاشر الإخوة الأحباب، وإذا كانت للدين مراتب ثلاثة: إسلام وإيمان وإحسان. وإذا كان لليقين ثلاثة: علم اليقين وحق وعين اليقين وحق اليقين، فإن أيضا للتربية والتزكية والتعليم المؤصل بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا على ثلاث مراحل، وهو بالكتاب وبالحكمة وبالتزكية، بالكتاب وبالحكمة وبالتزكية. ما أحوجنا أيها الإخوة الأحباب في زمن طغت فيه المادة وانغمس الناس فيه في ميدان الماديات والموبقات والمحرمات وعصر الأنترنت والأنترزفت والمشاكل البلاوة التي ملأت البيوت، أن يتخذ الإنسان طريقا يعينه، واتبع سبيل من أناب إليه، يعينه بالذكر، يعينه بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن يكون في مأمن ووقاية من الشيطان. ذلك أن الشيطان قائم على قلب ابن آدم، فإن هو ذكر الله خنس الشيطان وقع، وإن غفل ونسي الذكر التقمه وجرى منه مجرى الدم. ما أحوجنا إلى منهج ينتهج الوسطية في كل شيء، وأنا أستعير عبارة قالها أحد أخواننا علماء السودان الأجلاء، وهو يقول: نحن لا نصلح ولا يصلح أمرنا بسلفية تشطح، ولا بسلفية تنطح، ولا صوفية تشطح بتاعت المجانين، وإنما نريد وسطية تنصح. فنحن مع الوسطية الناصحة العاقلة الهادئة التي تربي الناس على حب بعضهم الأول. وهل الدين الحب في الله يا أحبابنا؟
هل الحب التواضع وخفض الجناح واحترام المسلمين فيما بينهم والتواصل فيما بينهم وتحسين الظن بالمسلمين، أما أولئك المناهج الجانحة الشاطحة المبتعدة عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي كالبالون كما طار وارتفع بحيث من حيث ما طار وقع سيسقط، ونهايته في النهاية نهايته الفشل، نهايته الاضمحلال، نهايته التلاشي. وأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حب رسول الله وكل حب يقربنا من رسول الله، وذلك هو الذي يجعلنا محل نظر الله وحب الله تبارك وتعالى. كما نسأله تبارك وتعالى أن يبارك في عمر شيخنا الحبيب عمر بن حفيظ، وأن يجعله معينا لا ينضب وزادا للتقوى إن شاء الله تبارك وتعالى، وليوما مرفوعا في كل زمان ومكان، وأن ينفعنا بحب الصالحين إنه سميع مجيب. جزاكم الله خيرا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا اللقاء وهذه الليلة في ميزان حسناتكم.